نناقش الموضوع بشكل موسع. معنا في الاستوديو ضيفنا المعتاد كل يوم أربعاء السيد محمد عبدالظاهر، مساعد رئيس تحرير زاوية، إحدى الخدمات الاقتصادية التابعة لثومسون رويترز. أهلا بك محمد. بداية نسألك، يعني تابعنا هذا التقرير، ما أهمية مشاريع النقل في للاقتصادات العربية؟ أولا صباح الخير مايا، صباح الخير يوسف. طبعا مشروعات النقل مش اقتصادات عربية فقط، لكن جميع الاقتصادات في العالم عندما تخطو خطوة نحو التكامل لابد من توافر شبكة مواصلات كاملة. فشبكة المواصلات الكاملة هي إحدى أولى الخطوات نحو الوحدة العربية أو الوحدة الاقتصادية، لما لها من أهمية في حركة التجارة وحركة البضائع، ولما لها أهمية في تسهيل كل الحركات الاقتصادية المختلفة الخاصة بين المؤسسات وبين الوزارات وبين الحكومات المختلفة في المنطقة. ما هي أهم المشاريع على نطاق المنطقة العربية التي طرحت والتي تطرح؟ أهم المشاريع تعتبر الآن هو مشروع شبكة القطارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن يتجاوز ما يقارب من 100 مليار دولار، وهذه قيمته طبعا. وهذه الشبكة تحتاج إلى جهد كبير، تحتاج إلى دعم اقتصادي من الحكومات ومن القطاع الخاص على نفس السياق. وهذه الشبكة بدأت بالفعل، بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ بعض منها في مثل قطار الحرمين ومترو الرياض، وبدأت قطر، وبدأت الإمارات العربية المتحدة التي وضعت خطة طموحة حتى العام 2030 بميزانية تتجاوز 60 مليار دولار لإنشاء مترو في أبو ظبي وإنشاء شبكة قطارات متعددة الاتحادية بين السبع إمارات. فهذه أولى تلك المشروعات الوحدوية بين الاقتصادات العربية المتحدة. هناك أيضا مشروعين ما زال للأسف على طاولة المفاوضات، إحدهما تجمد وهو المشروع الجسر البري بين قطر والبحرين، وهو قيمته تتجاوز تقريبا 6 مليار دولار، وما زال في مرحلة المفاوضات. ويعني أعلنت بعض المصادر لزاوية أنه مجمد حاليا نتيجة للبحث عن اعتمادات من ناحية وانتظار قرار سياسي من ناحية أخرى. المشروع الآخر وهو ذا أهمية كبيرة، ربط بين أفريقيا وآسيا أو أفريقيا والخليج، هو الجسر البري بين مصر والمملكة العربية السعودية. هذا المشروع طرح حقيقة منذ أكثر من 7 أعوام، وما زالت المفاوضات يعني قائمة بالفعل. وفي اتصالي بوزير النقل الدكتور محمد رشاد، وزير النقل المصري، أكد أن المشروع جاهز كدراسة بين الحكومتين، لكنه في انتظار قرار سياسي أيضا. وكلمة قرار سياسي تحتاج المزيد من الدراسات، تأخذ وقت أكبر، لأن معظم الحكومات لا تنحى المنح الاقتصادي فقط، ولكن تنظر إلى البعد السياسي، البعد البشري، أبعاد أخرى هي التي تتحكم في القرار. إذا وضعنا الأبعاد السياسية جانبا وتحدثنا اقتصاديا، ما هي المعوقات التي تمنع هذه المشاريع؟ المعوقات هي التمويل بالدرجة الأولى، لكن هناك بعض الحكومات إمكانية أنها توفر هذا التمويل، لكن ما زال العائق السياسي والقرار السياسي الحكيم في، يعني إذا نظرنا إلى الوحدة الأوروبية، الوحدة الأوروبية لم تنتظر أي معوقات سياسية، لكنها عندها مشاكل كثير، عندها مشاكل يعني كثيرة، لكنها تغاضت عن كل هذه المشاكل السياسية. نظرنا سيد محمد، يعني المشاكل مثلا اللي هو الهجرة الغير شرعية الآن اللي قامت تستوي الآن في 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 أوروبا، يعني سببت أحيانا بعض وجود هذه الشبكات والمصادر. بالتأكيد كما ذكرت أن هذا شيء جدا مهم، ولكن القرار السياسي مثل ما تفضلت، القرار السياسي هام جدا. يعني إذا نظرنا إلى الوحدة الأوروبية لم تنظر إلى مثلا دول شرق أوروبا تأتي لتأخذ أموال أو تأخذ غنائم اقتصادية من غرب أوروبا، لكنهم تغاضوا عن كل هذه السلبيات، إلى نظروا إلى أهمية كبيرة وهي الأهمية الاقتصادية. فمثل تلك المشروعات قد تأتي بالريع الكبير على الدول العربية، منها الوحدة الاقتصادية، منها المشروعات العقارية الضخمة التي قد تبنى والتي قد تنشأ على جانبي تلك الجسور. فما رأيتم أن القطاع العقاري له أهمية كبيرة في المنطقة العربية، ودائما هو الذي يتحكم في حركة الأسهم كما لاحظنا منذ دقائق. طبعا نعم. شكرا لك محمد عبدالظاهر. شكرا جزيلا. شكرا. نعود لتغطيتنا من معرض سيتيسكيب، حيث نتابع الآن